ينطلق الآن سيداتي وسادتي متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام جائزة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني للخل المهجنة الأصيلة المستوردة والإنتاج لعمر 3 سنوات فما فوق جروب 2 طبعا الفئة الثانية والانطلاقة مع مسافة 2000 متر مسافة الميل وربع الميل. ينطلق 14 جواد في هذه الكوكبة الكبيرة فعلا من قبل الجاد المهجنة الأصيلة المستوردة والإنتاج. الانطلاقة والصدارة الآن المركز الأول مع الجواد جنرال دوكس على المركز الأول. المركز الثاني أشاهد بمربط مغيرة الآن على ثاني المراكز وريجنت ستريت في ثاني المراكز. أشاهد المركز الثالث يبدو أنه فلاينج ديستنيشن على ثالث المراكز في اندفاع رائع أو لدينا شاين لايتنج على المركز الرابع. تشوز وايزلي او لدي فعلا تشوز وايزلي الان على المركز الخامس في اندفاع ولا اروع. اشاهد بيتهوفن على المركز الخامس لكن وين لكن وين الصدارة الان مع جنرال دوكس على المركز الاول وعلى الصدارة. اشاهد من الجانب اليسار الفاز في هذا السباق في العام الماضي الجواد ديباوي كينج في وضع جميل الان ولكن التقدم من قبل الجواد رقم 4 شاين لايتنج في وضع الامن جميل من الجانب اليسرى. جوجري من الجانب اليمنى الان يبدا بالتقدم لكن جنرال دوكس ليس ببسيط جنرال دوكس ليس ببسيط ولا يزال متصدر الشوط. أشاهد المحاولة من قبل ديباوي كينج والمدينة الآن وهانتينغ تارتان جائزة سمو الشيخ محمد بن خليفة الثاني. الخط المستقيم باتجاه خط النهاية كوجيري الآن كوجيري يتقدم والمحاولة الآن من الجهة اليسرى للجواد المدينة بيتهوفن من وسط الجهد وأيضا هانتينغ تارتان لكن المدينة لكن وين البانديميول البانديميول Very nice name الآن Very nice name إلى جائزة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني. الجواد Very nice name والخيال بير كومبرتينو تهانينا وألف ألف مبروك لبيار كومبرتينو. الخيال أو المدرب السيد ألبان ديميول والدان ألبان على هذا الفوز الرائع مع الجواد فيري نايس نيم. والمالك أستاذ أمقرن بالنيابة عن أستاذ أمقرن ألف ألف مبروك للأستاذ همقرن على هذا الفوز الرائع بجائزة سمو الشيخ محمد بن خليفة آل ثاني. الصورة التذكارية تأخذ متابعينا الأعزاء مشاهدينا الكرام. هذا ما كان لدينا لهذا الأسبوع بعد سباقات رائعة وأشواط رائعة. طبعا نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع سباقات أجمل وأروع إن شاء الله. لكم تحياتي وتحيات طاقم العمل ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.